وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل. يتضمن هذا التعديل تغييراً جوهرياً في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عدداً من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولية للطاقة إيجيبس 2024. وخلال لقائه رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق له، أكد الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا. كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي داتا يول يورغنسن لبحث أوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.77 من 100 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.12 من 100% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 1.64 من 100% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة. تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال 4 أشهر، ووجهت الحكومة السعودية في 30 من شهر يناير الماضي شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، ويقل ذلك بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020 والذي كان مقرر تحقيقه في عام 2027. We'll be right back.